تضامنون مع مرضى السرطان في الشمال السوري السرطان لا ينتظر أنقذوا مرضى السرطان حملة جديدة يطلقها ناشطون في شمال غرب سوريا لتسليط الضوء على أصحاب المرض من الأطفال والنساء والشبان وكبار السن لا سيما عقب إيقاف تركيا منذ تاريخ حدوث الزلزال الأخير استقبال الحالات الجديدة من مرضى السرطان لتتراكم الحالات التي تحتاج إلى علاج فوري في المنطقة يحمل النشطاء وبعض الشخصيات السورية والمؤثرون والمنظمات وطلبة الجامعات على عاتقهم إيصال صوت قرابة ثلاثة آلاف مريض منهم ستمائة حالة تحتاج إلى دخول فوري إلى المشافي داخل تركيا لأخذ العلاج بشكل عاجل وإلا فإن أحباءهم سيفقدونهم لا محالة فيما وجه ناشطون دعوات للدول العربية لتحمل جزء من المسؤولية الموضوع كبير وبالتأكيد محتاج مالية عائله. أرجو أن تتوفر هذه الكتله من أجل علاج هؤلاء المرضى أبناءنا أكبرنا تمشي على الأرض. خلينا بس للحظه واحدة نتخيل أنه لا سمح الله هذا الولد هو ابنك أو بنتك. أرجو أن ننشط بهذا الاتجاه. اللجنة السورية لحقوق الإنسان طالبت المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حياة أولئك المرضى. الذين تركوا وحدهم ليلاقوا مصيرهم بحسب قولها، كما طالبت السلطات التركيه بالسماح الفوري بدخول المرضى لمشافيها لتلقي العلاج. اللجنه قالت ان على منظمه الصحه العالميه واليونوسيف والمفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الانسانيه ذات الصله تامين الادويه والعلاجات اللازمه لمرضى السرطان شمال غرب سوريا وبناء مركز اورام متكامل يحوي كافة المعدات الطبية اللازمة وخاصة جهاز المعالجة الشعاعية الضروري لعلاج الكثير من الحالات بحسب بيان أصدرته اللجنة حملة جديدة تتزامن مع عجز مجلس الأمن الدولي عن تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا كما أنها تتزامن مع زيادة الضغوط على السوريين في دول اللجوء سوريون تضيق خياراتهم وتتعزز معاناتهم يوما بعد يوم